مؤسساتنا من أهم دافعي الضريبة، مؤسساتنا من أهم رافدي الخزينة بالسيولة، مؤسساتنا من أكبر مؤسسات اللي عم تشغل عمالة بسوريا. وهذا عز وفضل رب العباد، ربنا سخرنا لهالمهمة. الفضل والعز له، الفضل والكرامة له، هو العزيز يعز من يشاء. في فيديو مدته 15 دقيقة بثه على الفيسبوك، ولأول مرة منذ 9 سنوات، أي منذ اندلاع الثورة السورية، استطاع رجل النظام الاقتصادي الأشهر رامي مخلوف أن يترك مشاعر مختلطة لدى السوريين ويستأثر باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولا بد أن معظم من شاهد الفيديو استخلصوا بأن مخلوف بدا كالمعتوه في خطابه، حيث لا نبرة واضحة ولا جملا مترابطة، ولا حتى امتلك الخطاب أدنى مهارات التواصل التي من البديهي أن يمتلكها أي رجل أعمال ناشئ. فكيف إن كان رامي مخلوف الذي بيده حياة السوريين وموتهم في الوقت نفسه؟ ولطالما ظن السوريون أن مخلوف يستطيع الوصول لبشار الأسد متى شاء، وأنه ما من أبواب تغلق في وجهه. كان هذا الفيديو بمثابة صدمة للسوريين، والذي استخدم فيها مخلوف عبارات وصفها البعض بمدغدغة للعواطف كالدين والوطنية، إذ كرر لأكثر من مرة أن الله سخره للفقراء. ألا يعني مخاطبة رامي مخلوف لبشار الأسد عبر الفيسبوك بأن مخلوف بات مرفوضاً وعاجزاً عن التواصل المباشر مع الأسد؟ ألا يعني دخول أقطاب النظام في مرحلة التصادم الإعلامي العلني مؤشراً على وصوله إلى مرحلة التآكل؟ ذلك الصراع بين أبرز تيارين في الاقتصاد السوري الأول، المتمثل بين أسماء الأسد التي أصبح لها أذرع اقتصادية واسعة، والثاني عائلة رامي مخلوف. يرى البعض بأن خروج رامي مخلوف مناشداً الأسد لحمايته من الدولة التي تطالبه بدفع ضرائب بقيمة 130 مليار ليرة سورية هو بمثابة أول انقسام بين مفهومي الدولة والنظام. فعندما يقول مخلوف بأن الدولة السورية فرضت دفع مبالغ غصباً وأنه سيدفع المبلغ، لكنه يريد من الأسد أن يستلم المبلغ بنفسه، وأن المبلغ سيتحول إلى هبة من الرئيس إلى الفقراء. يمكن أن نتخيل حينها كيف أن مخلوف لا يثق بالدولة، وأن هناك انقساما بين الدولة والنظام، وأن هناك عصابات تعمل لوحدها بعيدا عن سيطرة النظام. إلا أن البعض فسر ذلك الفيديو على أنه مجرد مسرحية هزلية لا تهدف إلا إلى استعطاف المؤيدين وشرعنة سرقة أموال الشعب، وإظهار مخلوف على أنه البطل صاحب الأعمال الخيرية ومدخل السعادة لقلوب الفقراء. ورغم خروج مخلوف بفيديو ثاني بعنوان كان حقا علينا نصر المؤمنين، انتقد فيه الأجهزة الأمنية والفساد واعتقال موظفين لديه في شركة سيرياتيل، إلى أنه ما يزال هناك تساؤلات عن سر طعن مخلوف بالمؤسسات وبجميع من حول الأسد، واصفا إياهم بأنهم ليسوا أهلاً للثقة. ربما ستكشف الأيام القادمة لنا من الأسرار، وخاصة أن الكثير اعتبر ذلك الصراع بين الأسد ومخلوف هو شبيه بذلك الصراع الذي كان بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت. مخلوف الذي سنستغرق ساعات وساعات إن أردنا فقط أن نحصي ما يملكه هو وأبناؤه من أموال وممتلكات، بات الآن ذليلاً يناشد الأسد بالتدخل لتقسيط الضرائب لكي يحمي شركته من الانهيار. لا نعلم إن كان ما يحدث هو مجرد مشكلة عائلية سببها حساسيات أو حسابات اقتصادية بسيطة، أو أنها دليل على بداية صراع سياسي على السلطة متصلا بالمحورين الروسي والإيراني للسيطرة على البلاد. لكن ما نعلمه جيدا أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء.